لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الحد 23 يونيو، والنهاردة القمر موجود في برج الحوت. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الثور، وفينوس في الجوزاء، والشمس والمريخ وعطارد الثلاثة في برج السرطان، والمشتري بيتراجع في برج القوس، وزحل وبلوتو الاثنين بيتراجعوا في الجدي، ونبتون بيتراجع في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12. ده يخليني اقول لمواليد الحمل مهم جدا النهاردة انكم تهتموا بصحتكم وبراحتكم، ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. منزل ال 12 ده منزل الصحة السلبي، فده ممكن يخلي طاقتكم اقل شوية، فحاولوا ان انتوا تنظموا جهودكم وتاخدوا قسط وافر من الراحة وما تهملوش اي عارض صحي. كمان مهم جدا مواليد الحمل النهاردة ان هم يعملوا في سرية وكتمان، ما يعلنوش خططهم، وكمان يتجنبوا الزهو بنفسهم. نروح بعد كده لبرج الثور. مواليد الثور النهاردة عندهم القمر في وضع داعم في منزل الأصدقاء، وده بيدي مواليد الثور وقت رائع للانطلاق مع الأصحاب، والفلك بيدعمهم جدا، بيديهم طاقة إيجابية ومزاج حلو، ويقدروا ان هم يعملوا بفاعلية. كمان سهل النهاردة ان مواليد الثور يحصلوا على دعم الأصحاب او نصايح مخلصة من الأصدقاء. كمان على الصعيد المهني هيكون عندهم قدرة على تنمية مشاريعهم او اعمالهم، ويعرفوا ان هم يحصلوا على دعم زملاء العمل ورؤساء العمل. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، وخصوصا معاكس مهنيا. ده يخليني اقول لمواليد الجوزاء مهم انكم ترتبوا اولوياتكم وافكاركم ووقتكم، تحاولوا تنظموا وقتكم وتدرسوا خطواتكم كويس. النهاردة ممكن تكونوا مشتتين او مشوشين، عشان كده محتاجين تنظموا افكاركم واولوياتكم. وكمان مهم تتحكموا في عصبيتكم، ويعني تتحكموا في عصبيتكم عشان تحافظوا على علاقتكم باللي حواليكم، فعشان كده مهم تتأنوا في كلامكم وتدرسوا خطواتكم كويس كمان، عشان ما تقعوش في اي اخطاء تتمسك ضدكم. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان النهاردة عندهم القمر بيدعمهم جدا في منزل الحظ، كمان عندهم ثلاث كواكب في برجهم، الشمس والمريخ وعطارد. كل ده بيدي المواليد السرطان النهاردة حظ رائع على كل الأصعدة. يقدروا النهاردة ان هم يحققوا تقدم او تطور في مجالهم المهني، ويقدروا يحققوا مكاسب مالية، وكمان يعرفوا يستمتعوا حلو بوقتهم بدون خوف وبدون قلق. كمان النهاردة مواليد السرطان عندهم حظ رائع في السفر، فلو بيسعوا للسفر او عايزين يقوموا برحلة هيكونوا موفقين، ولو بيتعاملوا مع جهات اجنبية كمان هيكون عندهم فرصة لتوطيد صلتهم بالجهات الاجنبية. نروح بعد كده لبرج الاسد. مواليد الاسد النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده يخلي مواليد الاسد النهاردة مركزين اكتر على الامور المالية، ويعرفوا ان هم يديروا نفقاتهم وحساباتهم بحكمة. كمان هيكون عندهم يوم مناسب لتنمية مدخراتهم، او يوم مناسب للبيع وللشراء. فبشوف انه يعني مواليد الاسد لو عاوزين يعرضوا حاجة للبيع او عايزين ياخدوا قرار بخصوص شيء مهم يشتروه، النهاردة الوقت مناسب لكل ده. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، وده يخلي مواليد العذراء يميلوا للعصبية او للتسرع، وده مش في صالحهم. النهاردة مهم جدا ان مواليد العذراء
يتجنبوا المغامرة ويحاولوا يراقبوا كويس كل خطوة أو كل قرار هم عايزين ياخدوه. كمان لو يعني مضطرين يوقعوا أوراق أو عقود لازم يكونوا حذرين جدا في مراجعة كل بند أو كل حاجة بيمضوا عليها. مهم قوي أنهم يعتمدوا على قوة ملاحظتهم النهاردة عشان يعرفوا يستشفوا لو في حقوق ممكن تتاخد منهم، يعرفوا ان هم يحموا نفسهم. كمان مطلوب من مواليد العذراء يتحركوا بالراحة ويسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتهم، ولو متجوزين مهم يحاولوا يكونوا متسامحين مع شركاء الحياة عشان ما يعني يعدي اليوم بسلام بدون مشاكل زوجية. نروح بعد كده لبرج الميزان. ومواليد الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة ومنزل العمل الإيجابي، ده بيدي نشاط وطاقة لمواليد الميزان. وعند النهاردة الميزان عندهم رغبة في انهم يكسروا الروتين ويعملوا تجديد في حياتهم ويعرفوا ينظموا وقتهم حلو ويوجهوا جهودهم للاتجاه السليم. نروح بعد كده لبرج العقرب. ومواليد العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيدي مواليد العقرب طاقة عاطفية وميل للرومانسية وفرصة ان هم يقضوا اوقات حلوة مع الاحباب او يوطدوا علاقتهم اكتر بالاحباب. كمان عموما هيكون عندهم ثقة بالنفس اكتر، خصوصا ان عندهم عطارد ثلاث كواكب الشمس في كل دول في منزل الحظ، عطارد والشمس والمريخ الثلاثة في منزل الحظ. فده يخليني أقول إن العقرب النهاردة عندهم يحالفهم الحظ جدا اجتماعيا ومهنيا كمان. بشوف إنه مهنيا ممكن يكون عندهم تساعدهم ثقتهم بنفسهم وكل شيء ممكن يكون أسهل في الإنجاز النهاردة. نروح بعد كده لبرج القوس. ومواليد القوس النهاردة للأسف القمر في وضع معاكس معاهم عائليا واجتماعيا، ونصيحتي لمواليد القوس النهاردة يحاولوا ان هم يكونوا لبقين ودبلوماسيين ويتجنبوا الدخول في اي جدال او في اي حوارات شائكة ممكن تؤدي لصدام مع الأهل ومع القرايب وفي علاقاتهم الاجتماعية وفي علاقتهم عموما بالناس اللي حواليهم. نروح بعد كده لبرج الجدي. ومواليد الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيدي مواليد الجدي يقظة ذهنية ولباقة ويعرفوا ان هم يكونوا مؤثرين جدا في كل اللي حواليهم. يعرفوا النهاردة مواليد الجدي ان هم يحركوا الامور اللي كانت مش بتمشي، يعرفوا يمشوا الدنيا افضل سواء على الصعيد العائلي او المهني او الاجتماعي. هيكون عندهم نجاح، عندهم تقدم. كمان لو عايزين يعملوا انترفيو في شغل النهاردة من افضل الايام، وبكرة كمان من افضل الايام لعمل انترفيو. هيكون عندهم قدرة على الاقناع وقدرة على التفاوض وكمان قدرة ان هم يبرزوا مواهبهم ويعرفوا يعرضوا مواهبهم بذكاء. نروح بعد كده لبرج الدلو. مواليد الدلو النهاردة عندهم القمر في منزل المال، وده بيدفع مواليد الدلو للتركيز اكتر على الامور المالية وممكن ياخدوا قرارات مالية سليمة. بس نصيحتي لمواليد الدلو ان هم يحاولوا يضعفوا تركيزهم ويتأنوا قبل تنفيذ أي خطوات أو قبل أي حركة، لأن ممكن يكون النهاردة تركيزهم أقل وده يخليهم عرضة للوقوع في أخطاء. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت النهاردة عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيديهم روح مبادرة ويقدروا إن هم يحققوا نتائج رائعة، خصوصا كمان ثقتهم في نفسهم هتكون اكبر ويعرفوا ان هم يكونوا متألقين وعندهم حضور اخاذ وحضور قوي في كل مكان بيتواجدوا فيه، فاجتماعيا وعائليا ومهنيا وكمان عاطفيا ممكن يكون عندهم وجود قوي وحضور قوي.
كمان عندهم سحر وتألق وجاذبية جدا، ويأثروا في كل الناس وخصوصا في الجنس الآخر. VK.